محمد كاهن نكا الصومالي لان مامل كذا أرماه قلها هو صدن يصدح سناء يودد كاس بين أي شيء جيد يعني حشوا ضره نكا سوين وأنه وين وتدوات سنة دافعي وحويري دولة الصومالي وزير كعشان دكا أيها الشيس كان لفتي سلسوس عحدي دولة إثيوبيا شلي لاس عامد مر كده قال قصر دول كل هالشباب بجوا أسكت الشباب بيقولكت شباب بايلا دير ريولها مركي اس سي خاطبه اي مدفعيه دغال ككودين ما انتي صوماليا صوماليا هرماهن ظروفتي لفتي دينا وي جفتها واقع صوماليا دول دونيسي لكن هذا صوماليا دول لقد دونيا صوماليا حوغني إثيوبيا حوجا حد حوجن أنا حوج وين قوة المامي كرو لكن نين وعلم با هجامية مشاس حد بنك نوا نكاس وعلم با موتا قدام حوجن وتا مشاس ودا ونك أبي أحمد ليرادو حوجا تبر بيلي هنا عيد مي وحباو بيسد لكن دقالهان بلشاهان للكيالان بلشدة هذا كوهشن كا بلشدة تماسو كده إسحاقية كده قوميات قوميات كده وجرمنا اسمه مجرتو ديارة دا لجر راعو هاد السبب بحر دار ديارة بالوتجا غندر ديارة بالوتجا للوا لج مال بالاسكا ده اللي هو سفره تو بيجودين قبل كأورون وقبل كصومالي ده إسقين هاد يرتا وسو جيدا يا إنه كونفليكت وسوقلية. أنت أز مركز دولة الصومالية هنتي دبلوماسية حوجن بعيارتي وأنا لارك. وآدو حوجن إلا أمانه ونقرب سعره. دولة دي هادون كوردن وحيقرب استاجين قضية الصومالية. إلى ماركتي أو نقوم سوى حد قدبان أي تاي من مدى دلكا يقولوا الكيسة يقولوا لنا مدي سينتبا. دتك الصومالية مرك ضد بقى وحيكون عيني يعني حاسس الشيخ ما ماشي جوا قد يدان نكي عبد الله يوسف الله نعريس البرلمان كان نبغو انت فريس ما يدبر فريس واي ويقول نك هذا بحر واحد هذا بقى فتح الملهم بيري نيو بس الترتيب وفريسته صومالي يعني ما تنيك كافي عن مجري حبشي ده هذي ميل قبسته حبشي ما وده هنا حبشي ده صدق وابو قومي ده نكان والد هدول دمع عيساس والد هدي النقطة هنا وهر قشوا عيد كبد بعد هي سمجرت مركزاتك الصومالية روح أبو باقي الناس إن مال له قصة وده جيسو أو أرين تاسي دوآن كا دولة دوئي قادتي أو جيسين ودلة ما أنت هم حاركي أنت هم خصو قرانا دي محمد كاهن نكا الصومالي لان مامل كذا أرمه قده هو أيا شر جرائي القبن أيه صدن إيه صدح سناء يودد كاس بين أي شيء جاية يعني حشوا ضره نكاس وين وأنه وين وتدوات سنة دافعي وحويري دولة الصومالية وزير كعشان دكا أيا هشيس كان لفتي سلسوس عحدي دولة إثيوبيا وأكسي وضعين تاس بين تاس هشيس كوالي يلا بريم نوس أورا صومن دكينا هشيس كودن بيقول لك علي هشيس أسبان يسيم بوهراء لولج لولج جري لكن واحد بدأ الصومالي تابني أصلاً بكم جيران هشيس كاس هشيس كاس هو صحيح أن أيوه أفايلبل نقدونا لكن وحيله شيء وعكم من الحوير فقي بعض الحوير نمنك على الشباب أن هو أسبوع شرينا ده قال بهالك أكو قادينا حسن شيخ باسنا يري مركزها دنا فين قال الشباب أوسوش الجوابي مركز يور الدولة واسحنت أسبيل باود هذه ما شلي لاس عامد مركز دقال قصع يقول كل هالشباب بجوا أسكت الشباب بيقول لك شباب بايلا دير ريولها مركي اس سي خاطبة اي مدفعية دقال ككودين ما انت اللف بنتي اللفتي نفس الكذب ايو لسو تاغية دقال شباب كان انا علبور كوهاي انه والله جاي يا ودك ملحي السنة اللي يقانا ماشي كي مالي دك ملحي السنة ماشي اللي يوم القليل دقال كهذا أنا مسنا أبي أحمد يو إني إسكو صوب هاي ستين نمك هالكاس جوجنا
شباب مركل للجبيه شباب ملبو ضبوا لها ضبا اسكلها لسكما اسكما جوجن ماشان الما هيركا ما جو كرين هو ما هلي كرين رصاص ما هلي كرين اود داس ما هلي كرين لكن ضبا الى السجري نمكي مركل لكوسي بنانك لا سويستا هذا شباب انا درر بانا لا دحيسا وحنا نامسن هاي عدو ضد كان رجاليه انو يهي شبابنا انيسن كسوكين كو دلك كلا غوينيا او علنك كلا كتاغيا او من نواد دلك كلا منتاليا مركا انتاس بر انتاس يرتا نوا دحق الشدو محمد كاهي كاسوا لغا مانمان بلا توميدان او كلا انو كو قرابنايو ماشي عن كلمه ماشي صلاه نو قبتان كنتو كنا مركا يا لا يا بن بوغي محمد كاهي كدحق لي هذه هذا وما سنتين عبد القادر iyo tiimka soo bandhigay sida quruxda leeyo soo bandhigay waan idii hambalyeynaya dadka dhalinyaradaana waxaan ku baraarujinaya dhalinyaradii hadda maalin kasta gabar baa intay xeebta liido tagtay waxay tahay aduu magaca markaasuu magac xun gabdhihii magacyo xun xun bay sheeganayaan wiilashii magacyo xun xun bay sheeganayaan war ma ila aragtay waxaas wax fool xun wuxuu akhriyay ma jirto wiilkaas yarkaa wuxuu magaciisa ku inkara ma jirto qaar ba hooyadiis waxaas ka yaala la yiraahdaa bal leeyahay arrintaas marka dhaqan xun oo dhalinyaradeena aad ugu soo kordhay weeye dhalinyarada waxaan leeyahay marka buugan waxyaalaha laga faa'iideysanayo waxaa ka mid ah af soomaaliga uu ku qoran yahay runta aniga meeshii aan ku dhashayna uu ku qoran tahay oo aad baan u jeclaystay galinsoor meel la yiraahdo tuulo yar oo galinsoor la yiraahdo oo galgaduud ku taalo oo baabuurka shidaalka uga dhammaado oo shaahay ka cabbeen intaas yartaan ku yeeshay aniga buugga intaasaan ku qaatay 10 ka xabo aad iyo aad baan mahadsantahay